تانية عايز يلعب لوليد، انما هو لسه كورته معاه، حطها في الشمال والعرضية. يلا يا راجل الرام التالت، يلا يا سعيد، اسعد جماهيرك وفرح الناس في المدرجات وامام شاشة الاهلي بهدف تالت. ما تأخرش كتير، ما تأخرش كتير، في الدقيقة ايه؟ في الدقيقة 19، في الدقيقة 19 عبد الله السعيد يحرز هدف النادي الاهلي التالت في الدقيقة 19 من الشوط الثاني. حلو الكلام، مفيش كده أحلى. بص شوف شوف، هو اللي بنى الهجمة، هو اللي لعبها في الشمال وجات له مرة تانية وما كدبش خبر بباطن القدم اليمنى، يسكن الكرة على طول. يا ولدي علي، يا ولدي عبد الله، ثلاثية حمراء، ثلاثية أهلاوية في مرمى مونانا الجابوني، ثلاثية. حلو الكلام، الفرحة حلوة والثقة أحلى. شوفوا 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 الهدوء، شوفوا هنا المدرجات تتزين باللون الأحمر.